النبي عليه الصلاة والسلام: كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. جبل الإنسان في كل لحظة من لحظات حياته على الخطأ، ولكن من أكبر الخطأ ومن خطأ الخطأ أن يبقى الإنسان على خطأه. فلذلك على كل إنسان أن يصحح مسار خطأه بالصواب. ولتصحيح المسار يجب علينا أن نتخذ بعض التدابير وبعض الأساليب وبعض الآليات لتصحيح الخطأ. فأهلنا في جبل التركمان من الفئة المثقفة من طلبة العلم الشرعي والحقوقي قاموا باتخاذ وسيلة وآلية لتصحيح الخطأ، فقاموا بإنشاء الهيئة القضائية في جبل التركمان. بعون الله تعالى تم تشكيل الهيئة القضائية والشرعية في جبل التركمان بجهود فردية لأشخاص لهم كل الشكر والامتنان، وأعضاء الهيئة بينهم حقوقيين وشرعيين. ونظرا للحاجة الملحة لقيام مثل هذه الهيئة لأجل إحقاق الحق وإيصالها إلى أصحابها، تم تشكيل الهيئة بعد تحرير المنطقة. من عصابات الأسد لابد أن هناك مشكلات ومشاكل ستواجه الناس، ولأجل حل هذه المشاكل تم تشكيل الهيئة القضائية لإحقاق الحق وإيصال الحقوق إلى أصحابها. الحفاظ طبعا دور الهيئة هي الحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة قدر المستطاع، والحمد لله ليس العمل بشكل كامل، ولكن أستطيع أن أقول أن نسبة النجاح أو نسبة قدرة تنفيذ القرارات هي نسبة مقبولة جدا وإن لم تكن كاملة. وهناك لدينا في هناك كتيبة لحفظ النظام وكتيبة شرطة مهمتها تنفيذ قرارات، أو هي الذراع التنفيذي للهيئة القضائية. ونود أن نرسل رسالة لجميع إخواننا في الجبل، عسكريين ومدنيين، للتعاون مع الشرطة ومع الهيئة القضائية لكي يصل الناس إلى حقوقهم بالشكل الكامل والأمثل. طبعا كما نود أن نرسل رسالة شكر لجميع الذين ساهموا أو الذين يساهمون في مدنا بقدر من القوة لتنفيذ مهمتنا، ولكم الشكر وأهلا وسهلا بكم.